ما رضا الله إلا برضا الوالدين. عشاق النحل ومحبي العسل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنشرح وإياكم عملية إضافة الأساس الشمعي لتقوية خلية نحل ضعيفة أو متوسطة للتقدم بها نحو الأمام. خلية اليوم على 5 إطارات، وهم في الوسط باللون البني، يعني إطارات قديمة نوعا ما، اللون البني 5 إطارات، والإطارات التي على اليمين وعلى اليسار ولونها أبيض هي أساسات شمعية، ذاك ليس مكانها الأصلي. نحن وضعنا هذه الأساسات على اليمين وعلى اليسار لهذه الخلية لأننا بدأنا نشتغل على تقوية هذه النوعية من الطوائف لتقويتها. ستشاهدون معنا كيف سنقدم هذه الأساسات ونضعها في المكان الرسمي حتى يتوسع النحل وتصبح الخلية قوية. لا نقدم هذه الأساسات إلا عندما نرى بأن النحل يريد التوسع كما في هذه الخلية. النحل في هذه الخلية خرج من 5 إطارات التي يسكنها وبدأ نشاطه على الأساسات الشمعية، يعني 5 إطارات القديمة أصبحت لا تكفي، كلها تقريبا مملوءة حضانة وعسل وحبوب لقاح ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معلومة أخي النحال، أختي النحالة، معلومة فقط، عندما تفكرون في إضافة الأساسات الشمعية للنحل يجب أن يكون المرعى موجود والطقس معتدل، يعني النحل بدأ يشتغل والملكة نشيطة في وضع البيض مثل هذه الطائفة التي أمامكم على الشاشة. لأن تضيفوا الأساسات الشمعية لنحل لا يبني الأساسات، هذا يعتبر يعني انتحار للطوائف، أنك تأتي بأساس شمعي وتفصل به الحضانة والعسل، هنا النحل سيضعف. عوضا أن تتقدم به إلى الأمام فأنت أخرته إلى الوراء، أو يكون عنده إطارات شمعية يعني مبنية فارغة. يجب أن تتأكد أخي النحال، أنت أدرى بنحلك، يجب أن تتأكد بأن ليس هناك في هذه الإطارات 5 إطار منهم فارغ. إذا كان منهم هناك إطار فارغ لا يمكن أن تضيف الأساس الشمعي، يجب أن تكون هذه 5 إطارات مملوءة سوى بالحضانة أو بحبوب اللقاح أو حتى بالعسل. ها هي ملكة النحل، ملكة صغيرة في السن وجيدة، نحن سنمسكها حتى نقوم بتعليمها ثم نعيدها للخلية. ملكة النحل هي حساسة ولا يمكن مسكها باليد حتى لا يتم إيذاؤها. إن شاء الله في فيديوهات قادمة سنشرح كيفية وطريقة تعليم الملكة. يتم ضم إطارات الحضانة إلى بعض، وهم 2 في هذه الخلية، 2 حضانة، ثم نضع الأساس الشمع الأول بجانب الحضانة ونضم إليه إطار حبوب لقاح، ثم نضع إطار العسل. من الجهة الأخرى نؤخر إطار العسل قليلا وننزل أساس شمعي ثاني ويكون بجانب الحضانة. تقريبا بعد 2 أسبوع نعود للخلية ونقوم بنفس العملية التي قمنا بها الآن، وبذلك في ظرف شهر تقريبا ستصبح الخلية على 10 إطارات إن شاء الله، هذا إذا كان الطقس معتدل والمرعى موجود.
وفقكم الله إخوتي الكرام، وإلى اللقاء.